السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم شباب؟ إن شاء الله تكونوا بخير. طبعا اليوم جيت لكم مقطع جديد، مقطع ببجي فعلنا الروم مع الشباب اللي هم في روسيا في السكن الجامعي. قلنا خلينا نلعب ونضحك شوية، وقالوا تمام، وسويت جروب في الواتساب ودخلنا كلنا. والآن الشباب ده بيطلعوا زي ما تشوفوا، وإن شاء الله يعجبكم المقطع. وإذا عجبكم المقطع لا تنسوا الدعم باللايك والاشتراك في القناة. فوق فوق العمارة، فوق فوق فوق. ايوه، اطلعوا، نزلوا جنبنا دام. شباب خلونا كلنا في بيت واحد عشان نعرف كيف نتصرف. واحد صاحبنا فينا، شوف فين نزل. ده صاحبك، ليش نزل كذا؟ فينكم انتو؟ خلاص خليكم تحت، مش عارف فينا. اذا في علاج كلمتوني. ما حد يخرج من البيت؟ ما حد يخرج؟ جلسوا في البيت طيب شوية بس. إذا ما نتصرف مع هذول فين هم؟ في واحدين في البيت. عارف مات كلكم متوا.
الخوف. في الزحف انا لوحدي. الدائرة دي بتلعب بلعب. هتباقي 6 وانا السابع. مكشوف مكشوف. وينهم؟ والله ما انا شايفهم. كلهم زاحفين كلهم. باقي تيم 3 وانا لوحدي. شفت واحد. تعال تعال تعال. عارفين ايش بسوي؟ بس اربشهم شوية اربشهم. شوف كيف فعلت الدخان من وراه. الآن هم يرتبشوا. فين هذا اللي انبطح؟ ايوه دمكتو. دمك في واحد هنا. عربشوني صح. فزت في الجيم، فزت في الجيم قسما بالله اني بطل. والله فزت الجيم.
taking off soon. Be prepared. طبعا هذا الروم ثاني دخلناه على 20. وصلنا لها. سواق الطيارة حسن معروف. بس ليش مش مفعل لون الطيارة؟ هو خطير انا اختار منه. يلا فاضل واحد دكو. فزنا. اخر واحد فاضل.